ده ياخدنا لسؤال تاني يا كابتن زكي، وهو مندي حارس مرمى السنغال افضل حارس في العالم، ازاي التعامل معاه؟ احنا عندنا احسن لاعب في العالم برضه محمد صلاح، لكن طبعا تعامل الاخرين، طب صلاح ممكن يعرف يتعامل وممكن يبقى مضغوط ومتراقب فما يأديش الاداء اللي احنا نأمله، اللعيبه التانيه تتعامل مع حارس زي مندي ازاي؟ بص، مندي حارس طبعا، يعني انا من وجهه نظري كمدرب راس، يعني انا شايف ان اليسون بيكر حارس ليفربول ده احسن حارس في العالم، يعني انا تمام. كامكانيات، انما بقى كسب مع تشيلسي بطوله اوروبا الكلام ده الحاجات دي اللي بتطير، بس ماشي. اخر 3 سنين بيكر احسن حارس في العالم ده بدون صحيح. منازع يعني. بس مندي بص، على قد هو يعني طويل، يعني حوالي 190 192 65، بس انا شايف ان الكوره هو جون كويس طبعا، ما نختلفش عليه، جون كويس جدا وجون كويس برجله، ويعني بالديستريبيوشن بتاعه برجله بيلعب من ورا كويس كل شيء ده، والرياكشن بتاعه عالي جدا وكل، بس الكوره العاليه الكوره العرضيه رغم ان هو طويل بس ما عندوش الحته ان هو ممكن يخرج يعني، ما بي فاحنا ممكن نستغل ده، وخاصه بوجود مصطفى محمد. انا شفت الماتش، يعني انت لو اتفرجت على ماتش السنغال اعتقد ان كولوباري لو سالته اقول لك اكتر واحد اذاه في الكور العاليه هو مصطفى محمد. مصطفى محمد اكتر من 3 4 كرات اللي خدها وطلعوا من كولوبالي، انا كنت بقى يعني ما كنت اعرف ان مصطفى محمد كويس جدا في الالعاب الهواء، بس مع ضد كولوبالي وياخد منه 3 4 كور، فدي حاجه كويسه يعني، حاجه تدلك ان مصطفى في الحته دي يعني مميز. انا فانا شايف شايف ان العرضيات هي اللي هتفرق مع المنتخب. ممكن نستغلها دي، ممكن طب نستغلها. انا لاعب منفرد بمندي داخل، وانا داخل لازم علي، انا محمد صلاح، انا تريزيجيه، انا مرموش، منفرد بهذا الحارس، التعامل معاه في الانفراد يبقى ازاي؟ على حسب الموقف، ممكن في انفراد بتشوف هو مثلا زي ما تقول بتهوشه وبيقع بتروح عليه، ممكن تحطها من تحت رجليه، هو دايما وهو طالع لو بيبقى رجله مفتوحه، عشان هو كتير بيبقى رجله مفتوحه ما بين رجله، في حلول كتير، في ممكن ينزل بسرعه بتشيلها من فوق ماشي، ممكن هو بيتحرك بتحطها في زاويه ما يقدرش يترمى لانه ما بيبقاش ثابت، فدي امور كلها على حسب، مش بلاك اند وايت، كل موقف له بيبقى مختلف. ظرفه يعني، كل انا شايف ظروفه. طبعا طبعا، وانا شايف التريزيجيه او صلاح او مصطفى عندهم الخبرات دلوقتي اللي ممكن يتعاملوا في المواقف دي. طب توقعاتك للمباراة يا كابتن زكي؟ والله بص، يعني انا بص على اللي احنا على تفكير كارلوس كريش، انا مع له احترام كبير، ان احنا انا مش عارف يعني مش هيغير، احنا برضه هنعمل ايه، هو كارلوس ومعظم البرتغيز اللي هو خاصه اللي هو الجيل بتاع كارلوس، اذا كان فيريرا، اذا كان اسمه ايه ده اللي كان بره الزمالك قبل كده، فينجادا. بنجاده، كلهم انك انت صعب على الفرقه الثانيه، تنظيم دفاع كويس جدا جدا، والهجمات المرتده والكور الثابته دي دايما لعبنا في بطوله افريقيا كده، ده تفكيره، هل هيقدر يغيره عشان محتاجين ان احنا نكسب هنا؟ ما اعتقدش، لان ده بقى له 50 سنه بيمرن، وهي دي 4 3 3 والشق الدفاع بتاعه هو ده اللي هي، هل هيستمر عليها كده ونعتمد برضو على ان احنا نخاف هم بيهاجموا ما بين خطوط وقرعه ثابته والكلام ده ونجيب جون او اثنين؟ ده اللي انا اعتقد ان اعمله. الماتش اللي هنا في مصر هيكون اصعب كتير من اللي في السنغال، لان هنا انت مطالب انك تكسب، فانت لازم تجازف شويه، ربنا يسهل ويلاقي التوليفه ويبقى الجراسي شويه انك انت تجاسب، او زي ما بقول لك هو هيلعب على الضمان ان هو صعب عليهم ما يخش في جوان، وانت هتعتمد بقى على الكره الثابته بتاع الكلام ده او حاجات فرديه محمد صلاح بتاع من وراهم وتكسب الماتش. يعني انت ده 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 انا شايف ان كيروش مش هيضغط على السنغال هنا في القاهرة، هيبقى محافظ برضو. ما عملهاش قبل كده، يعني انا في بطوله افريقيا لو انت شايف احنا لعبنا كل الفرق كل ماتشات كده، احنا كنا بنروح على الجون، انت شايف كنا بنروح على الجون 3 4 مرات في الماتش كله، كان صعب نجيب، صعب يخش فينا جون، بس صعب يخش فينا جون وصعب نجيب جون، فاهم قصدي؟ صحيح. فما اعتقدش بعد 40 50 سنه تدريب وبيعملها في كل ما دي خلافاته، المشاكل بتاعته كانت مع منتخب كولومبيا، ان منتخب كولومبيا زينا كده بيحب يلعب كوره، فاهم قصدي؟ بيحب يلعب كوره وكوره هجوميه وكنترول الماتش والكلام ده، فهو حاول يفرض الموضوع ده معاهم،
ده الكلام اللي اللعيبه قالوا لي، اللعيبه بتاع منتخب كولومبيا اللي بيلعبوا عندي. فكانوا حته الالتزام الدفاعي وبتاع، فعشان كده ما كانش موفق معاهم هناك. بس الحقيقه كابتن زكي، الحقيقه كابتن زكي احنا صعدنا كاس العالم المرتين بالالتزام الدفاعي. خلاص اللي كسبته لع... اللي كسبته العب فيه، فاهم قصدي؟ طيب لو اللي هيكسبنا انا ما عنديش مشكله، ان شاء الله العب 11 جوه 18 بس اكسب، صحيح مش مشكله.